الآن نشكر الله على محبته الفائقة الوجود والوصف خدمة أتحبني وزع لإخوة الرب هذه البركة بكل شكر وبكل عرفين وبكل جميل من الشعب كله هنا في نزلة حنة للجميع. العطاء خروج من الذات للآخر، فخروج من محبتي لنفسي لمحبة الآخر. يعني إذا كان في العهد القديم تحب قريبك كنفسك، لا، في العطاء أنت بتحب قريبك أكثر من نفسك، ودي حاجة كويسة. طبعا في ظل الأجواء اللي بيدور بيها العالم كله مش بس مصر، أجواء كورونا فيروس، الكل خايف، ولكن ربنا بيحبنا. فلما شاف ان الانسان بيشرد بعيدا عنه سمح بمثل هذا الفيروس الصغير الذي لا يرى بالعين. اذا ماذا نفعل؟ ماذا نعمل؟ زي ما يقول الكتاب، لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعلم. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها، ظروف وباء كورونا اللي منتشر في كل مكان، والناس في احتياج شديد جدا طبعا ان الخدمة تطلع وتوصل في ظل الظروف ديت لكل الناس، فدي خدمة رائعة. بنشكر كل الخدام في خدمة أتحبني على وصولهم لنا في كل مكان، بنشكر محبتهم، وكل سنة وانتم طيبين.
ربنا اللي بعت لهم فلوس، فاحنا امناء وكلاء نوصل الحاجه لاصحابها فور ما تيجي. اتمنى ان يكون كل انسان عنده نيه العطاء، وثق تماما لما يكون عندك نيه العطاء وعايز تقدم فعلا ربنا هيعطيك الامكانيه. ليس لنا ما نعطيه لله ولا حتى ما نعطيه للناس، ولا حتى ما نعطيه للناس. ده احنا لما نعطي للناس بناخد من ربنا الذي نعطيه لهم، ناخد من ربنا اللي بنعطيه لهم. ولما بنعطي حاجة للكنيسة بنبقى ناخد من ربنا اللي نعطيه للكنيسة، زي الكلمة اللي قالها داود وشعبه في أثناء بناء الهيكل، قالوا لربنا منك الكل ومن يدك أعطيناك، من يدك أعطيناك. يعني احنا بناخد من ايدك عشان نعطيك، زي الواد الصغير اللي يقول لابوه اشتري لي عود قصب واديك منه عقل، هو بيعطيله من اللي بياخده فيه، او ابوه يديله باكو شوكولاته يديله هو واحده. فمن يدك اعطيناك. من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا. Thank you.
To donate to Atahobboni using Zelle Pay, you may use the email atahobboni@renesse.com. KOK e.V. Atahobboni, Postfach 1242, D55502, Bad Kreuznach, Germany. Ihre Spende für die KOK e.V. Konto IBAN DE42 4401 0046 0357 132464 BIC PBNKDEFF Kreditinstitut Postbank. Spende steuerlich absetzbar. Note: For donation from Germany and Europe, contribution is tax deductible. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم وأعطيهم طعامك.